ولا نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا أميرة العقدة، شكرا سحر ناجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسماً توضيحياً تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عام. ورصد الرسم التوضيحي مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثاني من العام الماضي 2021. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً استعرض خلاله انعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤلات عن مدى قدرة الأسر بدول العالم على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات. كما أشار مركز المعلومات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومات لحماية الأسر والشركات والاقتصادات من ارتفاع أسعار الطاقة. وقدمت العديد من الحكومات في الدول المتقدمة الكثير من حزم الدعم النقدي وغير النقدي. أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية فقد تمثل الدعم على هيئة تخفيضات في نسب ضرائب الاستهلاك. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 688.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9854 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقاط. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2177 نقطة، مرتفعا بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة. هذا وقد فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3109 نقاط ليرتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة. انتعشت معظم أسواق الأسهم في الخليج مع ارتداد لمؤشر السعودي عن سلسلة من الخسائر استمرت لأربعة أيام، وذلك في وقت يراهن فيه المستثمرون على رفع مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي أسعار الفائدة وبشدة في هذا الأسبوع. هذا وقد صعد المؤشر الرئيسي في السعودية 5% منهيا سلسلة الخسائر التي امتدت لأربع جلسات. كما زاد مؤشر دبي الرئيسي 7%، وفي أبو ظبي صعد المؤشر 4%، كما أغلق المؤشر القطري مرتفعا 6%. سريعا مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة.